بعد سنة خسرنا فيها نهائي أمم إفريقيا 2006 وشاركنا في كأس العالم في نفس السنة، كنت على موعد مع التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي كأول لاعب إيفواري يتوج بالجائزة. وفي نفس اليوم جات لي أخبار رائعة باتفاق مبدئي ما بين المعارضين والنظام الحاكم في كوتيفوار. بعد الحفلة كلمت رئيس الاتحاد الإيفواري وقلت له ممكن أروح أحتفل بالجائزة في تواكي مدينة المعارضين. قال لي تقدر تسأل رئيس الدولة لما تقابله. اتوافق فعلا على طلبي ورحت هناك في سيارة مكشوفة، احتفلت مع شعبي بالجائزة. بعد سنتين فوجئت بصورتي على مجلة فانيتي فير. قالوا لي ان الافريقي الوحيد اللي سبقني في ده كان نيلسون مانديلا، ومانديلا انا رايح له بنفسي كمان شهور عشان كاس العالم 2010 لاول مرة هيقام في افريقيا. كنت متحمس جدا للبطولة دي، وتحمست اكتر لما نيلسون مانديلا دعاني بنفسه وقال لي انه مستنيني. وقبل البطولة ب 11 يوم كنا بنلعب اليابان ماتش ودي. كنت مش متفائل بالماتش ده لان لعبت اليابان من اول دقيقة بيلعبوا بكل طاقتهم، وفعلا كراش لعب اليابان دخل فيا وحسيت بألم رهيب في دراعي. خرجت ببكي وانا بفكر ان كاس العالم راح عليا خلاص. جالي مكالمة من صديق بحبه جدا، هو صامويل ايتو. سألني عن حالتي وقلت له اني مش هلحق البطولة. قال لي ايه ده، ووصف لي دكتور متخصص في الاصابات دي عايش في سويسرا وهو يعرفه. رحت للدكتور قال لي ما تقلقش، الاصابة مش محتاجة اكتر من شهرين وهتكون جاهز. قلت له شهرين؟ البطولة كمان 10 ايام، ما ينفعش، شوف لي اي حل حتى لو هلعب بنص جاهزيتي. قال لي طيب احنا هنثبت شريحة وهنعالجك بطريقة مختلفة، بس الاصابة لو اتجددت هتغيب اكتر من شهرين بكتير. عملت كده فعلا، كنت مفيش بوابة مطار عدي فيها الا والشريحة ترن، بس رحت البطولة. قبل اول مباراة بيوم حاولت اجرب الاصابة فلعبت ضغط. الجهاز الطبي شافني قال لي انت مجنون؟ قلت لهم اتفرجوا انا خفيت وبقيت تمام، لكن للأسف الجهاز الفني ما وافقش العب اول ماتش قدام البرتغال ونزلت اخر 10 دقايق بس. رغم كده ضيعت فرصة سهلة بسبب خوفي من الاصابة. وفي المباراة التانية خسرنا من البرازيل وودعنا البطولة رغم الفوز في اخر مباراة على كوريا. يمكن لو بصيتوا على مسيرتي مع المنتخب مش هتلاقوا بطولات، لكن انا حققت فيها حاجات كتير بفتخر بيها. التواجد في كاس العالم 3 مرات متتالية، واني اسجل اول هدف لبلدي في كاس العالم، والاهم اننا الهمنا شعبنا باننا ممكن نتوحد على هدف واحد وساعدنا في انهاء الحرب الاهلية. كلها حاجات هتخليني احس اني حققت بطولات في المستقبل وانا بشوف صورة وطني الجميلة. هنا انتهت قصتي ورحلتي اللي بفتخر بيها، لكن خلوني اقول لكم على شوية اختيارات بحبها. افضل 5 شخصيات عشت معاهم في تشيلسي هم: رومان ابراموفيتش اللي من غيره ما كنتش هبقى اللي انا عليه حاليا، جوزيه مورينيو الشخص اللي اختارني لتشيلسي ولولاه ما كانتش حياتي اتغيرت كده، جون تيري وفرانك لامبرد وبيتر تشيك انتوا التلاتة وانا رابعكم كنا قادة تشيلسي، كلود ميكاليلي صديق الرائع اللي خلاني عشت كواحد من اهل تشيلسي بمجرد وصوله، واخيرا الجمهور انتوا كل حاجة. اما اختياراتي من بره تشيلسي: كارلس بيول انت مدافع صلب جدا وشخص محترم جدا، أرونا دنداني ادتني العديد من الكرات لدرجة خلتني عاجز عن الشكر، ليونيل ميسي لان مفيش لاعب زيك تاني في العالم، ريو فيردناند ونيمانيا فيديتش انتوا شخص واحد في نظري، عشان اسجل هدف فيكم كنت بحتاج اصحى بدري عشان استعد لانكم اقوى تحدي واجهته في حياتي، واخيرا كل قائمة بايرن ميونخ في 2012 كنتوا فريق رائع جدا. اخيرا بقى اهم 3 لحظات في حياتي، طبعا الفوز بدوري ابطال اوروبا 2012 والفوز بالدوري الانجليزي 2010، واخيرا كل الاهداف اللي سجلتها في ونديك.